السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. لو أول مرة جيلنا يا ريت تشترك في القناة وتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، ويا ريت تعمل لايك للفيديو لو حضرتك متابع يعني من زمان أو حتى جديد برضه، اعمل لايك يا أخي. يعني هتخسر إيه؟ ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز من البداية يوم الجمعة 23/10/2020 حتى هذا اليوم السبت 24/10/2020، وطبعا ترتيب الهدافين وترتيب صناع الاهداف. بالنسبه لنتائج المباريات، ليدز يونايتد فاز على استون فيلا 3-0 يوم الجمعه 23/10، اليوم السبت 24/10/2020 ويست هام يونايتد تعادل امام مانشستر سيتي، احرز هدف مانشستر سيتي في الفودن في الدقيقه 51، وهدف ويست هام يونايتد احرزه ميكائيل انطونيو في الدقيقه 18. وكريستال بالاس فاز على فولهام 2-1، مانشستر يونايتد تعادل امام تشيلسي 0-0، ليفربول فاز على شيفيلد يونايتد في مباراة قوية لسه حالا كنت شايفها، كانت مباراة حلوة قوي بس شيفيلد يونايتد كان هاجم كتير. يعني روبرتو فيرمينو احرز الهدف الاول، طبعا راس ساديو ماني اتصدت من الحارس، فيرمينو جابها برجله في دقيقة 41، وهدف من ضربة راس قوية جدا وجميلة جدا للاعب جوتا البرتغالي في الدقيقة 64. شيفيلد يونايتد احرز الهدف ساندير بيرج في الدقيقة 13 من ضربة جزاء. بكرة بإذن الله تعالى استكمالا للجولة استكمال الجولة الأولى عذرا الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلينا نتعرف على ترتيب الفرق. في صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم السبت، إيفرتون في المركز الأول ب 13 نقطة، ليفربول في المركز الثاني ب 13 نقطة تتساوى معها، يعني أستون فيلا في المركز الثالث ب 12 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الرابع ب 10 نقاط، كريستال بالاس في المركز الخامس ب 10 نقاط، تشيلسي في المركز السادس ب 9 نقاط، ليستر سيتي في المركز السابع ب 9 نقاط، أرسنال في المركز الثامن ب 9 نقاط، وولفرهامبتون في المركز التاسع ب 9 نقاط، توتنهام في المركز العاشر ب 8 نقاط، ويست هام يونايتد في المركز الحادي عشر ب 8 نقاط، مانشستر سيتي في المركز الثاني عشر ب 8 نقاط، ساوثهامبتون على المركز الثالث عشر ب 7 نقاط، نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر ب 7 نقاط، مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر ب 7 نقاط، برايتون في المركز السادس عشر ب 4 نقاط، ويست بروميتش ألبيون في المركز السابع عشر بنقطتين، برنلي في المركز الثامن عشر بنقطة، شيفيلد يونايتد في المركز التاسع عشر بنقطة، وفولهام في المركز العشرين والأخير بنقطة واحدة أيضا. أما بالنسبة لترتيب الهدافين، في صدارة ترتيب الهدافين اللاعب كالفرت لاعب ايفرتون ب 7 أهداف يتساوى معه سون هيونغ من الكوري الجنوبي لاعب توتنهام ب 7 أهداف أيضا. المركز الثاني محمد صلاح لاعب ليفربول ب 6 أهداف، وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد. المركز الثالث هاري كين لاعب توتنهام ب 5 أهداف، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس. في المركز الرابع ويلسون لاعب نيوكاسل ب4 أهداف، وداني أنغز لاعب ساوثهامبتون، وانيال موبي لاعب برايتون، وساديو ماني لاعب ليفربول. وفي المركز الخامس الكسندر لاكازيتي لاعب ارسنال ب3 اهداف، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجارود بوين لاعب ويست هام يونايتد، وجورجين هو لاعب تشيلسي، وجاك غريليش لاعب استون فيلا، وجيمس رودريغيز لاعب ايفرتون، وميكائيل انطونيو لاعب ويست هام يونايتد، واولي واتكنز لاعب استون فيلا، وخيمينيز لاعب ولفرهامبتون. بالنسبه لترتيب صناع الاهداف، في صدارة ترتيب صناعة الأهداف اللاعب هاري كين لاعب توتنهام صنع 7 أهداف. في المركز الثاني جون ماكاجين لاعب أستون فيلا صنع 4 أهداف. في المركز الثالث أرون كريسوايل لاعب ويست هام يونايتد صنع 3 أهداف، وجاك جريليش لاعب أستون فيلا، وجيمس رودريغيز لاعب إيفرتون. وفي المركز الرابع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صنع هدفين، وبن تشيلويل لاعب تشيلسي، وفارت أدمز لاعب ساوثهامبتون، ودانيال بودنز لاعب ولفرهامبتون، وهيكتور بيلرين لاعب أرسنال، وسون هينغمين لاعب توتنهام، وكوستا لاعب ليدز يونايتد، ولوكاس ديني لاعب ايفرتون، وماتيو سكاليتش لاعب ليدز يونايتد، وراشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وبابلو فورنالز لاعب ويست هام يونايتد، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، وريتشاردسون لاعب ايفرتون، وتيموسي كاستاني لاعب ليستر سيتي، وماتيوس بريرا لاعب ويست بروميتش البيون. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر وخلاصه، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز وترتيب الهدافين وترتيب صناع الاهداف ونتائج مباريات الجوله السادسه من البدايه حتى هذا اليوم السبت 24/10/2020. اشترك في القناه، ضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك، سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.